قلب الجنوب الشرقي في المغرب، كتواجد واحد من أشهر الوجهات السياحية. إنها مرزوقة المغربية، درة الصحراء التي تستقطب مناظرها الخلابة السياحة من العالم بأسره. الناس كتبغي تعيش التجربة الصحراوية، التجربة ديال الروح والبدو. الصحراء الشرقية، هذه المنطقة كتستقطب آلاف السياح سنويا، واللي كيعيشوا التجربة الصحراوية في المغرب بحكم أنه كتواجد فيها واحد من أعلى الكثبان الرملية في العالم. وبحكم أن هذه المنطقة سياحية بامتياز، فجميع الظروف متوفرة للسياح، سواء فنادق، مطاعم، وخيامات، وأنشطة كثيرة. ولكن في هذا الفيديو غنركزوا على الجانب المحلي في هذه المنطقة، بحكم أن الجانب السياحي معروف بسبب شهرة هذه المنطقة محليا ودوليا. الرحلة غتبدأ من مدينة الرصاني، وغنتجهوا لمنطقة مرزوقة. هذا هو الشارع الرئيسي هنا في حاصل البيض، من مورا كاين الغابة ومن مورا كاين الرمل. لسوء الحظ تصادف الوصول ديالي مع عاصفة رملية كبيرة، هادشي اللي خلى مهمة التصوير تكون صعيبة، والخيار الوحيد اللي كان عندي هو التأجيل. فترات الصيف كتعرف هذه المنطقة عواصف كثيرة، ولكن اللي كيخلي هذه العواصف تكون أصعب هي الكثبان الرملية اللي محيطة بالقرى، والبقاء في المنزل هو أحسن خيار في هذه الحالة. صباح الخير، اليوم الجو زوين، ما كاين لا رحلة والو، الشمس زوينة، السماء زرقاء. وما نوريكم الشكل ديال الاوتيلات هنايا، هكا كيكونوا الديكورات ديال الاوتيلات، تيكون ديكور بواحد الطريقه تقليديه. عندك هاد الكيسات هادو في العشيه ولا في الصباح بكري، تقدر مثلا تفطر هنايا وتشوف الشروق ديال الشمس في هاد الجهه هادي. عندك واحد المسبح هنايا كبير، واخا الشتا ولكن تقدر تعوم حيت الشمس سخونه دابا، ماشي بحال البارح كانت الريح والبرد ديال بصح. كنتي كتعوم تقدر ترتاح هنايا، يعني عندك واحد سباس كبير بزاف. دابا نشوفوا الديكور ديال الداخل كيفاش داير. كما قلت لكم يكون واحد الديكور تقليدي، هذيك هنا عاوتاني واحد القصه اخرى تقليديه، هانتوما حتى السقف مبني بواحد الطريقه تقليديه. وهناك كاينه خارطه ديال المنطقه، لوحه كتعبر على الثقافه وعلى الخارطه ديال المنطقه. انا من هنايا جيت رئيساني، ودابا انا هنايا، عندك مرزوقه، عندك المهم هادشي كامل كيعبر على المنطقه. اوكي دابا نوريكم الشكل ديال الشومبرات هنا كيفاش دايرين. عندك واحد الشومبر بواحد الديزاين اللي تقليدي، السقف حتى هو مصوب من القصب. عندك هنا واحد الكليسه تقليديه، هذا هو الحمام ديزاين وديكور تقليدي، المرايا حتى هي، الزليج، كلشي. وما نساوش انه الشومبرات هنا بيان كليماتيزي. وهنا عندك بالكوني، عندك الفيو على الصحراء، وهنايا عندك الفيو على المسبح. دابا غادي نمشيو للواحه اللي كاينه هنايا، واحه وسط الصحراء، ونعطيكم صوره كيفاش كيكونوا الغابات، ولا نسميوها واحه حيت في الصحراء كتسمى واحه، ومن بعد ندخلوا وسط الصحراء. كنقدم لكم ولد عمي، ها هو، وهذا خويا. دابا واش كاين الشباب ولا لا؟ مرحبا بكم عند زايد. مرحبا بكم عند زايد، سناك حاصل بيض للمأكولات الشهيه. اخني اختي في اليوتيوب ميدي، هو الخوت هذا هو مول الحشر البيض، هو مول. ايه لا لا ماشي مول الحشر البيض، انا غير مشاري في حشر البيض. وي دابا جينا للواحه اللي معروفه عندهم هنايا، واحد الديكور هنا حشر البيض كتلقاها الرمله، وكتلقى الواحه اللي كتلقى الفيلاج، يعني كل حاجه في بلاصتها. هاد الساقيه هذه اللي راني حداها دابا، هذه جايه في الوسط ديال هاد الواحه، وهي اللي كدوز لما لكاع هاد الحقول هادو اللي كاينين هنايا. كيزرعوا البصل، خيزو، الزرع، الفول، كتلقى حتى اللوز، كاين الرمان، والنخل طبعا هذه راه حاجه معروفه بها الصحراء، واحد المنتجات اللي كيكونوا قادرين انهم ينبتوا في هاد الاجواء هادو الصحراويه. كلشي خضر. بالنسبه للسيستيم ديال الري هنايا، كل واحد هنا كيكون عنده واحد التوقيت محدد، كيشرب الحقول ديالو، من بعد كيجي لي من بعد عاوتاني كيشرب، وهي غادا حتى كيشربوا كاع الحقول اللي كاينين. انتما نوريكم دابا باش تفهموا، هذا دابا اللي كيشرب هو اللي عنده دابا الدور ولا النوبه ديالو، وسد الماء على كاع الحقول الاخرين حتى كيشرب هو، حتى كيسال باش ما تكونش واحد العشوائيه، ويكون داكشي منظم وكلشي يشرب الحقول ديالو، ويولي كلشي خضر بحال هكا. هانتوما معايا هنايا في الصيف فاش كيكون الحر والصاد، خصوصا في الجهه اللي فيها الرمله، الناس كيجيو لهنا كيريحوا، سواء السياح
حيت هذه كتكون سياحيه للمغاربه اكثر في الصيف. كيجيو هنا باش يدفنوا في هضر من هنايا الناس اللي عندهم امراض ديال الظهر، ركابيه، روماتيزم. واد الواحد ديال واحد منطقه كتعتبر بحال نشاط سياحي هنايا، السياح كيجيو كيشوفوا لواحه وسط الصحراء، واحد الديكور لي زوين، كيتعرفوا على النظام ديال الري اللي وريتكم دابا، كيشوفوا المنتجات اللي كيزرعوا هنايا باش كياخذوا واحد الفكره عامه على لايف ستايل هنايا في الصحراء. ولكن دابا في الوقيته ديال الشتاء كتلقى الناس السياح الاجانب هما اللي كيجيو هنايا. ودابا المهم غادي نمشيو للنقطه اللي فيها كيسقوا الناس الماء ديالهم باش كيشربوا. وهنايا راه اغلب الناس عندهم الماء في ديورهم، ولكن كيفضلوا الماء ديال العين حيت هو طبيعي وحلو. تاش كيجي لواحد البلاصه هنايا، واحد الساقيه ولا واحد البلاصه كيسقوا منها الماء. غادي ندوق هذا الماء ونعطيكم الراي ديالي واش حلو ولا لا. هذه هي البلاصه اللي كيسقوا منها الماء دابا خاوي، حيت تقريبا دابا يلا 10 الصباح 11 يكونوا النساء ديال الفيلاج مشغولين بالاشغال المنزليه، علاش كيجيو في الصباح بكري اولا في العشيه. كيجيبوا قرعه ديال الماء كيقطعوها ولا فيديو ديال الماء كيقطعوه في النص وكيديروا ليه واحد الثوب الفوق باش كيصفيوه الا كان فيه شي شوائب ولا شي حاجه. اوكي دابا نجربوا الماء ديال العين. الاقل حلو وطبيعي، ما زيدين فيه لا كلور لا حتى شي حاجه. ربما غادي يجي في بالكم منين جاي هذا الماء، هذا العين الرئيسيه كاينه وسط رمله ودايرين لها السيستيم هذا ديال الخطارات. غتلقى بزاف ديال الابار، ولكن هذه هي البلاصه الرئيسيه اللي كيجيو الناس كيجيبوا منها الماء، وديزل الغابه ولا ديزل الواحه كيستافدوا منها كاع الناس اللي في هذه المنطقه. دابا نحاولوا نشوفوا واحد من الناس المحليين هنايا، نحاولوا نهضروا معاه. السلام عليكم حاج، تهنا بخير؟ من هاد الخرز داتين عندنا ديال ربي هاديك داتي زاتي السوق مي دغيري غير دغيري تا دارت درت درت شنو مان ايوا ديال ربي يا مزار الحاج يلاه كيعاون ربي سوج. واش الناس هنا كيزرعوا هادشي باش يداو يبيعوا في الاسواق ولا غير زراعه معيشيه؟ قال لي غا زراعه معيشه حيت اصلا الماء قليل، وكيف ما كتشوفوا انه كل واحد داير لواحد التوقيت محدد، يعني ما عندكش واحد الكميه كبيره ديال الماء باش تزرع واحد الكميه كبيره اللي تكفيك انك تعيش منها وتبيعها في السوق. اي كي نقلي جار دابا تعاونوا معاه هكا هكا ما تهضري الزنزاده هذيك. انا جيت نايت لا فوسيل. اه انت المهم انا لي فوسيل متحدث هيا الجمال. تقدر ميدا سنتين الكوارتز الكوارتز هيا ولي سخربي امين دار مالك كتعاون هلا مولا لا نغرم نغرم هنا نغرم انت هنا انت هنا غير شويه تعاود ثاني وري ايوا لاباس ياك عاون ربي ربي هذا اللي يا سندي بديت تفرج واحد ياك نعاون ولا ربي امين يا ربي امين يا ربي يعاون ربي خاتي خاتي والله ما كتفرج فيه الحوت. دابا الخوت هذا اللي كتشوفوا مرايا هو الباركين ديال الجمال، هنا في كيكونوا الجمال اللي كيدو التوريست للمورا الرمله. الناس السياح يا اما كيجيو كيسكنوا هنايا في الفيلاج، يا اما كيختاروا انهم يدوزوا ليله ورا الصحراء باش كاين شي واحد تجربه زوينه. المهم هذا هو الباركي ديال الجمال اللي كتلقى فيه العشرات ولا علاش لا المئات ديال الجمال هنايا. المهم هذا هو السونتر ديال الفيلاج، فيه قهاوي فيه محلات تشري اي حاجه بغيتيها. وبما اننا في رحله استكشاف الصحراء الشرقيه كان ضروري نبعدوا على القرى وندخلوا لاعماق الصحراء باش نوصلوا للرحل. هاد الناس اللي اختارت تسكن في اماكن بعيده على المدن بحكم ان طريقه عيشهم فرضت عليهم هذا الخيار. مو قبل ما نمشيو للرحل اللي كاين وسط الرمله ولا مورا الرمله نتقداو لهم شي حاجه. هاد المحلات هادو هنا كيكونوا كثار، تقدر تلقى فيهم خضره فواكه اي حاجه بغيتيها. Thank you.
باغي خصنا نقصوا روايت شويه باش ما نحصلوش فرمله نحصلو الله حصلت لك لعب خرجنا من البلاصه اللي فيها الرمله البلاصه اللي دزنا منها دابا فيها المخيمات السياحيه في بيبواك ولكن هنايا غتلقى الروح اللي عايشين تما مرحبا بكم في المنطقة ديال الرحال. هنا على الأقل كاين بزاف ديال العائلات مش معايا في القطعة ديال الطرق، كيكون عندك جيران كتمشي كتهضر معاهم كدوز معاهم وقيتها، حيت هنايا مكاين ما يدار. تخيل دابا تكون عايش هنايا وتشدك الريح ديال البارح، وهنا كاين إسباس خاوي مكاينش حاجة اللي غترقع لك الريح. ملي كتكون الريح هاد الناس ديال هنا كيتكرفسو ديال بصح. هاتو معايا باش كيدوزو الوقت هي بالنسيج أسطا، يعني عندك واحد الكريسة تقليدية إلا جاو الضياف ولا شي حاجة كيشربوا اتاي تما ولا كياكلوا شي حاجه، هادو كيصاوبوا من هنايا نيت. هادي اللي كتشوفوا هنايا يلاه كتقد ملي غتسالا اتولي بحال هادي. كاين جوج ماركات، وحده كيصوبها بالصوف بحال هادي هنايا الخيوط ديال الصوف، وكاين عاوتاني اللي كيتقادوا غير بالخيوط العاديين بحال هادي. قولوا في التعليقات واش تقدر تعيش في هذا الاسباس هذا. هذه مثلا البلاصه ديال النسيج، هنايا كوزينه وليا خيمه فين كينعسوا، وتما الى عندهم شي بهايم وهذا هو المطبخ. هذه حاجه طبيعيه انك تلقاها في المناطق بحال هكا، كوشه ديال الطين قدره تروخوت. انا على ما بالي انه كيتبوا فيها غير الخبز، حيت كاين كوزينه اخرى اللي فيها البوطه بحال ما كانت الريح كيمشيو كيطيبوا لداخل ما كيطيبوش هنا. تلقات كرصه البارح كانت الريح اسمع تدويش ما دايش ها دايت اوكي ها هذا نقلبوا عتاي على الطريقه الصحراويه بالصحه الله كيكه صحراويه في هذه الاجواء. المهم سولتو قبيله واش تقدر تعيش هنايا، قلت ليه تعيش ديما، قال لي ماشي ديما حتى راه تقريبا نفس الحاجه. نبغي ندوز هذه الاكسبيريونس، تجي هنايا الهدوء الكالم، تبعد على الصدى ديال المدن، تحس بواحد الراحه النفسيه فاش تكون واحد اسباس خاوي ما كاينش دوك البيانات الكبار، ما كاينش الصداع، ما كاينش انت والطبيعه، ولكن ما تكونش الريح. اذا كانت الريح العذاب الاليم هنايا. هذا الشيء خلات نمير شويه يعني. ايه كضغط الصوت خلا عمر خليت الاغفاف هاد البنات جاي من ديك الباصه اللي ورتكم قبيله، كيعمروا من تما وكيجيبوا بعد اللي تكفيهم واحد المده طويله. اصلا دابا حيت الشتا ما كيشربش بجان بزاف، ضروري كتلقانا الطاقه الشمسيه حطينا هنايا في الباصه اللي كتكون فيها الشمس مزيانه باش كيشارجيو التليفونات ديالهم
وانا من بلاصه فين كيجمعوا الماء شفت لقى بعض كبار صغار هاي تغدير قبل يلا باي باي يلا كل عام ربي حالتي الله يعاني دابا نمشيو لبلاصه اخرى جو واش كاين شي حاجه مختلفه ولا كاع الناس كيكونوا ساكنين هنايا عندهم نفس الحاجه ونفس الخيمات تقريبا نفس الديكور الخيمات هي الكوزينه غنمشيو ندخلو دابا واش كتجي عند هاد الناس ضروري اول حاجه كيرحبوا بك كيحطوا لك شي حاجه كيحطوا لك اتاي ولا المهم داكشي اللي عندهم راه كيحطوا لك ديك البساطه كريسه عاديه وبسيطه هذه هي الكوزينه تنا بخير انا غوها صوره تتصلنا واخا محراتي الزيت ايه محرات الزيت هاد الحليب يلاه حبسو دابا محرضيت عمرتني هيا سبحان الله العظيم هذا اتاي يلا عمراته وحنا جينا التمر بسم الله التمر مع تيكليلت بسم الله بسم الله هذه التمر ديال هذه المنطقه هذه بسم الله تفرجت بعدا الفيديوهات هنا تورد نجن فوق على فيسبوك نشتي على طارك اللي نبغي كات نجن فوق ما هي الخوتة تشرح لنا تكنيك باش كيخدموا هذا الصلاية عيدة احنا معما نسنيه معنا متأتيا بعدا من الصلاية هذه مهم حتى الصلاية كيديروا بحال هكا كاين اللي كتقدر بالصوف كما قلت لكم وهذه غاب الخيوط تكنيك ديال السطا كدير خط كتساليه كتبدا عاوتاني تبدا عاوتاني صحه باش كتبني هادشي حتى كتولي مثلا على حساب الا كانت الصلايه راه كيكون هذا النسيج هذا صغير ورقيق الا كانت مثلا بحال هذيك اللي كيفرشوا تما راه كتكون عاوتاني شاد واحد الاسباس كبير اي هذا تخيتير صافي ني هذه بركه صافي واخا الله حلبت الماعز ديالها حيت ما يتزيا والو صافي اسمار اسمار سوانتي الله غادي انت طردعنا اما كون نمشي ديرنا توتوريال ديال كيفاش نحلبوا الماعز ملي طيب تمام عزين عريق الحال انك دابا تدير بوط العريان طيني لا مش طلع حد سوالو سغيول سغيول هذا نتيم سغيول وكان داك غير الله نجي يموتي ترحم ربي امين ما تلا الحمار الخوت ايوا داك ما ستات التويات على حاجه دابا تخمدك انا سنتيني انا وجار ما غادي ناخذ ندي تايم سان الاول المهم دابا كيقول ما فواحد البصه بعيده فاش كان الحمار كانت كتمشي كتسكي بالحمار ولكن دابا كتشد الموتور عنده ولا المهم كتقول لواحد جارهم هنايا بالموتور هو اللي كيجيب ليها الماء هنايا مي داز زريتو كاسن ما كم يتنيت مي داز تسكر داك تبداي تنتي كان داك الدور كان صغار كان في السين وشتا اللي انت كنت هكا داين تكون السويه مثلا كيجيو هنا كيطلبوا ليا مثلا كسكسو كسكسو اي لا نود داز نتي كسكسو لا نود نتي كطاغروم ايه لو انت غير السناتاي كدير حتى مازال الا كنتي باغي المدفونه اللي كنسميو حنايا بالمله ولا تبادرت المدفونه اللي مرفوعه في الريصان ولكن هنايا مدفونه طبيعيه بطريقه تقليديه انا جيت صراحه معطلو ما علمتهاش اما درنا شي خبيزه ديال تبادرت اي الله مريتي ولكن... تعلم انت مرحبا الله عاوتاني انا تغرات دوري ياضني دوري ياضني عطيتني غيرني غيرتي تصور ما ماشي مشكل دوري ياضني ان شاء الله ان شاء الله تغزين العمر الدبي الناس كتبغي تعيش التجربه
الصحراويه التجربه ديال الرحل والبدو كيف ما درت الف ليل، ولكن تما صراحه راكم شفتوا مع الناس يتفرجوا في الصحراء ديال الهيد، راه شي حاجه عاديه يعني كتعيش التجربه ديال الرحل ديال بسطح. يلا الترقيه ان شاء الله تعاون ربي ان شاء الله دغيا رياضني ان شاء الله ربي ان شاء الله كنا الله يعاون. غادي نمشيو باش ندوزو الليله ديالنا على طريقه السيوه. هادشي اللي كنت معكم عطيتكم الجانب ديال الناس المحليين ولا الرحال، دابا غنمشيو عاوتاني للخيمات ديال السياح تما فين كيعيشوا السياح التجربه ديالهم، حيت كاين اللي كيختار انه يعيش هذه التجربه سياحيه 100%، وكاين اللي كيختار انه يجي عند الناس المحليين ويدوز عندهم ليله باش كيكون داك الشيء حقيقي اكثر. يعني اما هاد البلايص هادو اللي غنمشيو ليه دابا، بلاصه ديال السياح كتلقى خيمه ديالك مجهزه، فيها ناموسيه، فيها الضوء، فيها الماء السخون، فيها كل شيء. لا كاين حدود ديال الجزائر تقريبا قبل شي 20 عام ولا 30 عام بحال هكا، ما كانوش هاد الحدود هادو، كانوا الناس مثلا من الجزائر كيجيو لهنايا، والناس ديال المغرب كيمشيو اللي هي كيمشيو لواحد المنطقه سميتهم بني عباس، وواحد المنطقه سميتها تبلبالت، وبشار المهم هذه هي المنطقه اللي قريبه للبشار في الجهه اخرى ديال الجزائر. ولكن دابا مع مشاكل سياسيه ولا الحدود تما ولا العسكر ما تقدرش مثلا تمشي تما، ما قدرش اي واحد اخر يجي من هذيك البلاصه. الخيمات ديال السياح وهنا فين غادي ندوز الليله. هادو هما الخيمات ديال الضيوف، وهذا هو المطعم، هادي كوزيره، وهادي الجلسه اللي كتكون في الليل، غادي يشعلوا النار هنايا. عندك هاد الكوليسه هادي، هذيك ما هي ماشي حاجه دوز مع اتاي كراسا ديكورات ناضين. ندخلوا لشي خيمه ونوريكم كيفاش داير الديكور الداخل. عندك هنا جلسات مختلفين، مثلا تقدر تجلس هنايا الا بغيتي تريح الارض هنايا، كنعاوتاني هاد الجلسه هنايا. ونوريكم وسط ديال الخيمه كيفاش داير. ها هي فيها الضو، راكم عارفين حنا وسط الصحراء، تلقى شمسيه يعني غادي يكون واحد الضو ناقص شويه. وعندك هاد الناموسيه هادي، طواليت عصري فين تدوش، وما دا هو الاسباس، تشوفوا معايا اسباس كافي، ناموسية مريحة، واحد الاجواء رومانسية. ونوريكم الاجواء ديال الليل، ولكن دابا راه واحد البرد. دابا شعلوا النار على البرد وعلى البرد. غنسخنو الدربوكة، ممكن تشرحوا لينا علاش كتسخنو هادشي هذا؟ راه كنسخنو هذا باش تبقى تجي مطاندية. باش تكون النغمة. ايوا باش المهم كيسخروها باش هاد الجلد هذا كيتحل وكيتجبد مزيان كيولي مطاندي، باش كيتسمع الصوت مزيان، باش كتسمع ديك الطن، باش ديك الطب. اييه صوتو الصوت كيتبدل. ايوا هاد الصوت كيفاش كيتسمع. المهم هذا هو الفنانة ديالنا، ارتيست ارتيست نمبر 2 ارتيست نمبر 3 ارتيست نمبر 3.
وبهذا غتكون الحلقه ديال اليوم سلاس. دابا عيد ديال بصح هاد النهار كامل كنصور سيرو هنا جي لهنا المهم هادي هي الخيمه فين غنعس. هادشي اللي كاين تاتمنى فيديو كان عجبكم وكنشكر اي واحد وصل لهاد النقطه. الى عجبك الفيديو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناه ونشوفكم في فيديو جديد. تهلا. But I gotta give you back this ring. Nobody ever told you life could hit so hard. Nobody ever told you, baby, that I could leave you this scars. I'll leave you this scars. I'll leave you. Please don't feel like you've been a toy. I've been running since I was a boy. I'm not feeling.